احنا عملنا اللازم وهو حاليا حالته مستقره، اي تحسن هيحصل هنبلغكم بيه على طول. طب يا دكتور واللي يسلمك، خدني ارافق معاه. للاسف غير مسموح، زي ما قلت لك قبل كده ان لازم مرافق اللي يقعد معاه يكون راجل. لا حول ولا قوه الا بالله. فين ابنه ياسر؟ المريض في الحاله دي اللي هي حاله الغيبوبه بيحتاج ان اللي يقعد معاه يكون حد قريب منه يكلمه عشان يقدر ينشط دماغه، ويا ريت الحد ده يكون حد قريب منه او زي ابنه. ياسر ياسر الله يهديه. بس عياد ذكروا صاحبتنا على شوكش الجي بي ار ذاك اليوم. كان يوم ذاك ما في الا كعابي مشي، كل الجي بي ار يطالع من ده ايش في وريدي كذا، ورمت والاغراض كلها فين كانت؟ في الفندق. طيب ورا ما تخوني، دبي بعد كم يوم يجي هدف يا ابوي، انا معاك اون لاين قدام. بس ها من الحين اقولكم القطه 5000 ريال. تقول للصراف كذا اللغه العربيه يطلع لك على طول. الله يدني يا شكش، مسوي فيها كاش يا عبسي. ترى 5000 يا عيال كثيره، انا لو اقول للشايب عطني 5000 زبدلي. وانت بزر للحين امي وابوي، في حد يشاور امه وابوه الحين؟ يا اخي اقدح من راسك اطلع. سلامات سلامات، الواحد ما يكبر على ابوه وامه حتى لو يشيب راسه، ولا لا يا كفته؟ ياهو بس خذوني معاكم. ناخذك معنا وين؟ ام دبي. دبي انت حدك الشرقيه وتخب عليك. اخذ الجمر رايح جاي. وي وي. الو ايه ترى البقاله. اسمع حبيبي، ابي 4 علب حليب. لا 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 من الصغار. كم العلبة؟ بريالين؟ لا 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 خليها بريال ونص بس. يبا بعدين بعدين. بريال ونص الله يهديك بس. تدري ما بيها، بس عطنا خبز وزبادي ويكفي. أمي ما هي أم، أمي كنز حنية، حنان هالعالم كله من وجد فيها. أخلص وأنا أمك، بلا صفصفة كلام، قل وش تبي؟ أبى أسافر مع أخوياي لدبي ومحتاج 5000 ريال. قل كذا من أول. هذا أنا قلت. موافقة، أبى أعطيك الفلوس، بس بشرط. أبشري بعزس، أشرطي. بنسافر أنا وأبوك نزور أختك، بنجلس لنا يوم ولا يومين. أبى أخلي العيال هنا علشان أنت تنتبه عليهم وتحرص عليهم، موافق؟ أفا عليس، أحلى انتباه، أبد، روحوا دزوها وفلوا أمها حتى لو تبون أسبوع. الله لا يخليني منك. توصلون بالسلامة أيوه. الله يسلمك وريدي. عاد شوي شوي بالخط. ما يصير إلا خير إن شاء الله. يلا الله ما الله. ما الله هلا. يلا. تصلون بالسلامة يما. يسلمك يا يما. عاد وين دراهم شيء كذا؟ ايه دراهم. خذ. هلا والله بالدراهم. لا وصي، اهم شيء البيت واخوانك. لا تشيلين هم يا الغالي. امي يا محلاها اشتاق لرؤياها. هاها. احلى خبز صامولي مع العصير. يلا صامولي ايش هذا؟ صامولي جبن. ما ابي جبن، ابي بيض. شو اللي بيض يا ابن الحلال؟ كل جبن بس. خلاص خلاص لا تسوي، بس بقول لامي انك ما تسوي لي بيض. لا 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 لا، دام الدعوه فيها فلوس ابشر اسوي لك احلى. اسوي لك بيض ابشر. في يا ليل الورعنا. هيه سلامات ولد. ولد بدا ولد بدا كلا أص 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 ولا كلمة. لا أنت ولا هو. هو اللي بدا ما هو اللي بدا. أعجد أنت وياه. أقول اسكت ولا كلمة. البيض. هذا وشو ذا؟
ما ادري. لا يا شيخ تستهبل. وشو؟ هذا استدعاء لأمر الطالب من المرشد الطلابي. والله ما سويت شيء. لا يا شيخ، مصيري بكره اجي المدرسة واعرف ايش انت مسوي. عامر عامر تعال غسل لي. يلا جايك. وش فيك انت؟ تعال غسل لي. ما تعرف؟ اي ما اعرف. طيب خلصت الحين انت؟ خلصت كل شيء بس باقي الغسيل. اما عاد الغسيل تقطي عظم. النشبه دايبي. هلا ياسر. ايه بروح معكم. ايه اسمع، ابيك تجي انتوا العيال اليوم عندي في البيت، ابيكم موضوع مهم. يلا اوكي. شو الوضع مع الولد؟ السلام عليكم استاذ ياسر، كيف الاحوال؟ اهلا دكتور سمير. الحقيقه ان الست والدتك احرجتنا لان ميعاد الزياره انتهى وهي مش عايزه تمشي، وانا مش بودي ان السكيورتي يتدخل ويحل المشكله لانها في مقام والدتنا، فارجوك تحاول انت تكلمها وتخليها تتصرف يعني تمشي. لا حول ولا قوه، عطني الواد بكلمها. اوكي اتفضل يا استاذ ياسر، عاوز اكلمك. الو. يا يوم الله يهديك، تبي تفضحينا عند الدكاترة وعند الإدارة؟ هذا الوالد صار له أكثر من شهر على الوضع هذا، وش فايدة قاعدتك؟ أبي أعرف أنا. يا ولدي، ما ودي أترك أبوك ولا دقيقة واحدة وهو في الحالة هذه، وبعدين المرافق اللي أنت جايبة مثل الصنم، لا يسولف ولا يهش ولا ينش. يا يمه يا تحرجينا، الله يرحم والدينك. اطلعي الحين ونقام الوالد بالسلامة إن شاء الله بنزوره كلنا. شكوى على الله. طيب بطلع. وهذه السالفة كلها يا عيال، أهم شيء دبرت 5000. أفا عليك، بس كلها يومين اجلسوا معي وبعدين نروح في الأمها في دبي. أبشر بعزك يا خوي. أزهمها. وش؟ أزهمها. اسمها أزهلها اللي هي. مهم على طاري أزهمها، رح أزهم عمر وقعد ذاكر معه. أبشر. وانت رح نوم سليمان. أنا ديش الشغل عندك أنت؟ إيه، تبي تروح معنا دبي؟ رح نوم سليمان. أبشر طال عمرك. وي يلا توكل على الله. شغلت الزلايل. قم راح سوي شاي. قم طيب. قم هيا اكتب الجملة الجاية هذه. الأسود المنتشرة. وشو؟ الأسود المنتشرة. كيف نجحت؟ إيش؟ كيف نجحت؟ أنا شغلني لك أغنية عشان تنام. اسمع بيا يا سليمان يا سليمان، يلي تطلع فوق أم جبال. الأسود لون الأسود منتشرة، فهمت؟ فشوف الكتاب هذا اقرأ زين. أكتب ساكت. يلا. الأسود منتشرة، يلي ترعى الأغنام وتاكل لك خس مع الأرانب وتمام. ما أحب الخس. ياهو والله يا هو انفجر راسي، يوم واحد وانفجر راسي من ذا المبزرة. يا رجال تراك متحمس مكبر الموضوع بزيادة. أي مكبر ابن حلال، عش معهم وبعدين تعرف. يلا يلا يا ولد، يلا وقت النوم، يلا نوم نوم نوم. معك ولي أمر الطالب عمر. حياك الله. ومين حضرة الأخ؟ خوي ولي أمر الطالب عمر. خير يا أستاذ، أنتم أرسلتم مع استدعاء ولي أمر الطالب. لا بس لاحظنا على عمر بعض الحركات غير مطمئنة. دلالات غير مطمئنة؟ يعني أجلده؟ لا إيش دعوة؟ أجل في أحد مزعل تبيني أجلده؟ لا 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 أجل أجلدك أنت؟ ها؟ هو يقصد وش الموضوع بالضبط يعني؟ علمنا. لا بس لاحظنا عليه أنه يقض مظافره. تستهبل أنت وجهك، الحين مقومني من صباح الله خير وآخر شيء تقول لي قض مظافره؟ أظافره ولا أظافرك إيه ها؟ بعدين وش؟ قل لي ارسل لي برسالة أشتري له مقص أظافر أقض أمها كلها، لعد تنادينا على تقضيم ها؟ يلا مشينا. إيش الورطة اللي إحنا فيها ذي؟ يا أبويا قالك أكل بزورك، روح ديهم روح جيبهم. أنا خلاص ماشي أتجوز عشان البزورة ما يقلقوني. انت تفكر انك تجيب بزوره؟ اول شيء فكر مين هذه البنت اللي حطالع في وجهك ده، بعدين فكر البزوره. ماشي اقعد هنا عشان اروح بيتنا
ولا تقلق لي يا اخو انا شروح بابا يجي متى يجي ساعة ستة راكب ولا ماشي راكب بسكليتة وبابا يجي متى يجي ساعة ستة راكب ولا ماشي يلا 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 يا ولد يلا الغدا حار على كيف كيفكم ياهو غسل ياهو ياهو راح غسل يا اخي يا غسلتها ولا ام صباح ايش غسلتها في ام صباح يا حبيبي الحين الظهر غسلها مره ثانيه يلا يا وسخ يلا بابا فيه بابا هنا تعال غسل لا تشرب عصير لا تشرب عصير ايش فيك طيب تبي بطنك يعورك لا لا كل رز اول شيء بعدين اشرب العصير لاحقين عليه لا تاكل باليسار انت تبي الشيطان ياكل معك باليمين يا بابا باليمين ايش فيك عليهم خلهم لا يا شيخ قاف معي مع اخواني انت صدقت نفسك رحت معي عند المرشد الطلابي صدقت نفسك واو ربي قصف جبهتك المهم اللي بياكل زين ابى اوديه اليوم معي للحديقه ياهو ياهو ايش دخلك انت كل ما اكلتوا اكلكم اجيبكم الحديقه هاي مد المرجيحه بيك تدفني مهبول انت وراه هذا كبرك تلعب مرجيحه روح روح يا ابوي احلى من تبع سليمان هنا انت بقول زين ها يلا امشي قدام امشي ولا يلا بسرعه دفني يلا لا تهايط دف زين لا تنفى دف زين طيب خلاص شوي شوي طيب شوي فتح لك الثلاجة بيقول لك انجلي وين سليمان؟ كان مع كفته وين سليمان الكفته؟ ما جاك هو قال لي بيروح له وين سليمان ضيعتوه؟ يا ابن حلال كان عندنا كان بيجيك كان هنا ما كان هنا ضيعت الولد يا السبق ايه لا تنفخ يا ابوي انا مأمنكم عليه تستهبل ضاع اخوي يلا دور انت يا دور بسرعة وش اسمك؟ طيب وش اسم ابوك؟ عامر تعجبك طيب اهدى يا عمري خلاص خلاص لا تبكي سليمان وين رحت انت يا ورع وين رحت؟ وراكم مضيعين الولد؟ معلش خليته مع العيال وضيعوه وين امه؟ امه مسافرة ومخليته معي هذول اطفال امانة لو انخطف والله صار له شيء وش بيصير في قلب امك؟ شكرا يا اختي يلا امش 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 قدام امش امش يا ورع امش يا ابويا قروشتنا انت واخوك شكش عويض الله من شرك خلى الليله ذي تعدي على خير واذا ما عديت ايش حتسوي ابى افرشك انت واللي معك ايه تفرش مين يا ابوي اسمع احمد ربك ان جالسين معك ونعاونك عشان تسافر معنا لا يا شيخ وين ساعدتوني الا نكبتوني وبغيتوا تضيعون الولد اقول لا عاد اشوفك لا انت ولا انت ولا انت تفهم ولا ما تفهم؟ سري أروح أمرد غفيذ أنا وش أسوي له أنا؟ ياهو ألو وعليكم السلام أيوة أنا في موجود مستشفى كويس بابا كويس كله كويس أي أيوة أوكي أوكي مع السلامة أري يار كوش نايك هلو هلو قم 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 خلنا وديك المستشفى قم بسم الله عليك قم امشي امشي خد نفس ها بشر يا دكتور عنده التهاب في اللوز ودرجة الحرارة مرتفعة بس اطمن هكتب له على شوية علاجات أهم حاجة ما يشربش مية باردة ولا يتعرض للهواء البارد الله يعين طيب دكتور تكفى عطه إجازة حاضر شكرا
يلا اشربه. اشربه كله عشان الطيب. يلا تغط زين ونم. طيب نم شوي. مالي دخل. وي قبل 4 ساعات ما اعطيك اكل انت بطنك دود. لا. امشي يلا مش قدامي الله يعيني عليك. بس. الله يهديك بس الله يهديك. 3 مرات اغير لك اليوم. لا عاد تلعب بالمويه تفهم؟ طيب. يلا امشي يلا. يلا ما أحبه. شو اللي ما تحبه؟ كيفك عاد هذا الموجود تبيه كلا ما تبيه مت جوع. دودة هم دودة ما تشبع. مني يا دكتور ابو ياسر في شيء؟ تفضل حضرتك استريح. ياسر في ياسر مسافر. علمني انا ابو ياسر في شيء؟ الحقيقه البقاء لله. شد حيلك. لا عامر اكلت علاجك دهنت بفكس قلبك شرابي ولد شرب الله كسمك ترى انا وامك وصلنا الحمد لله على سلامتك يا الحمد لله على سلامتك سلمك بعيني طيب عارف فيك وين امي امك فوق عندها بالغرفه فوق ما عليك شر يا يمه بسم الله عليك يمه هلا يمه الحمد لله على سلامتك الله لا يحرمني منك الله يسلمك يا وليدي وش في وجهك تعبان كذا فيك شيء لا يمه ما فيني شيء بس ما نمت زين طوال اليومين اللي فاتت تبهذلت مع اخواني شوي الحمد لله انكم رجعتوا الله يعطيك العافيه يمه وعسى الله لا يحرمني منك ولا من اخوانك إلا قل لي متى ناوي تروح دبي إن شاء الله؟ ما أنا مسافر دبي ولا بأي شيء منكم وهذه فلوسك يمه ليه؟ وش فيه؟ يمه ما أبي إلا رضاك أنت وأبوي والله لو أعطيكم ملايين الدنيا كلها ما أوفيكم حقكم